هل شايفين معنى التجارب هنا؟ ما تعرف ائتلف. وطبعا حتى في حياتنا اليومية يعني نرى أشخاصا فنستأنس بهم بشكل سريع جدا جدا، ونرى أشخاصا فننفر منهم ولا نعرفهم. كيف حصل هذا؟ هذا من عالم الأرواح، يعني في تشابه أو في تنافر هكذا. يعني الأمر الغريب في هذه القصة، وانتبهوا معي جيدا، كلمة الأرواح الألف واللام ماذا تعني؟ تعني التعريف، تعني أيضا الاستغراق والعموم. هل أشار النبي الكريم إلى أرواح البشر فقط؟ قال الأرواح، أرواح، أرواح البشر، أرواح الجن، أرواح الملائكة، أرواح الشياطين، أرواح الحيوانات، أرواح من لا نعرف، من عالم الأرواح الكبير جدا جدا جدا. أي نعم، يعني يحكي عن كل الأرواح. ونقول لكم بأن هذه الأرواح إذا كانت الفكرة راسخة، إذا أنا عندي هدف، لاحظوا معي مليح، أنا عندي هدف وقوي هذا الهدف، هذا الهدف متمكن في الداخل، فإن روحي تحمل معها ذلك الهدف في عالم الأرواح، لتجذب لي من عالم الأرواح ما يحقق ذلك الهدف. سأبين. لما كنا في الجامعة أو في الثانوي، بعضنا، وهذه بعضكم عاشها أنا متأكد، يعني لما تجي مسألة رياضية صعبة، تمرين اختبار مثلا أو تمرين واجب منزلي في الرياضيات، يرجع للبيت ويشتغل مع هذا الموضوع. ما هو هدفه؟ أن يحل المسألة الرياضية، هذا الهدف. وبعدين هو يشتغل وعنده يقين بأنه هناك حل، يشتغل مع هذا الموضوع طول اليوم ولم يلقى حلا، وبعدين نام وفي الصباح الباكر بذل جهد آخر، وبعدين نام في اليوم الثالث بذل جهد آخر، لم يحل المسألة ولكن متوقع أنه هناك حل وينام. فجأة في ليلة من الليالي، أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، ما نعرفين، يعني يستيقظ في منتصف الليل وقد وجدها. هذه صارت مع بعضكم؟ وقد لقي الحل. منين جاء هذا الحل؟ أين كان هذا الشخص لما كان نائم؟ وين كان؟ كان في عالم الأرواح. فلما انتبهوا معه الحل، منين جاء الحل؟ من عالم الأرواح. نعطيكم ماذا حدث، طبعا مقاربة، أنا ما شفت، وأنا معطيكم شيء من المقاربات من توضح فقط. حتى هذه أعرف بعض الشعراء، أعرف شاعر ممتاز جدا عندنا في الجزائر، يقول لي أحيانا أجد صعوبات في شو اسمه الروي في البيت الأخير، يعني شو اسمه؟ حرف الروي. الروي، نعم. فيضطر أنه عندما يصنع منظومة الشعر يكرر بعض الكلمات، البحر البحر مثلا، لا هو يريد إذا كلمة تنتهي بالراء وماش البحر حتى ما يصير في عيب في القصيدة. فعندما ينام فجأة يستيقظ فإذا بالقاف، بالقافية يستقيم برسالة هكذا من عالم الأرواح، وعلى طول يستمتع بهذا الاختراع أو الاكتشاف، ويذهب ويعدل قصيدته وتطلع رائعة جدا ما شاء الله. هذا صار معكم؟ والله يصير يا جماعة، هذا يصير مع الناس. نعطيكم الطريقة شو صار. يعني أنا أمثل عالم الأرواح بعالم المنتديات أو بالقنوات الفضائية. واحد يحب الرياضة، لما يفتح التلفزيون وين يمشي؟ قنوات رياضية. هذو أولادنا والله لما يفتحوا التلفزيون على طول قنوات رياضية. وزوجتي تفتح التلفزيون وين تمشي؟ طبخ. أنا أفتح التلفزيون وين نمشي؟ أخبار، ولا أحيانا بعض البرامج الثقافية هكذا مثلا. وعندي ابن آخر يحب مثلا رسوم متحركة، أحسنت، مثلا أطفال صغار رسوم متحركة. يعني الواحد ينجذب إلى الموضوع اللي شغل باله، اللي في أفكاره، واللي عايش معه، يعني مجال اهتمامه. طيب عالم الأرواح كذلك، أنا إذا مهموم بقضية مثلا، مهموم بموضوع الدراسة والنجاح الدراسي ومسائل الرياضية، لما تمشي الروح في عالم الأرواح على طول تطلع الروح، توجد جماعة من الأرواح مجمعين في الأزياء، لا، أرواح أخرى مجمعة تحكي في الرياضة، ما موضوعي هذا. وبعدين مجموعة من الأرواح مجمعة في موضوع هكذا شأن عام سياسي أو اقتصادي أو ما شابه، ما موضوعي هذا. فتمشي إلى عالم أرواح آخر على افتراض
صاحب الرياضيات، سيلتقي مع علماء الرياضيات ومفكرين كبار وناس عندهم اهتمام بالرياضيات والبحث العلمي إلى آخره، هناك سيطرح السؤال ويأتي الإجابة فينتبه وقد تلقى هذه الإجابة. هذا الأمر اللي يصير في عالم الأرواح. قرأ؟ نعم. ممكن حد يقول أنا يعني ماليش عليه، ما فيش دليل عليه. يعني أنا أقول لك سؤالي فقط، أنا عندي سؤال افتراض. من أين جاءت الإجابة عن سؤال الرياضيات عندما استيقظت في منتصف الليل؟ لكن حتى في الامتحانات مرات زمان. أي. فكر في مسألة معينة أنت ما تجدش الحل للمسألة. خليها في آخر الامتحان. جايك. هذه عالم اللاوعي، كلامك سليم. الواحد لما يكون في حالة يقظة، في حالة وعي، في حالة شد، في حالة حركة، هنا طبعا الإبداع والابتكار يكون معدوم إلى حد بعيد. يعني لما يصير في حالة لا وعي، حالة اللاوعي هي الحالة الروحانية، هي اللي يسميها علماء النفس، هي حالة ابتكار، هي حالة اندماج مع الـ مع الـ مع, الـ مع, الـ مع الكون، مع المعلومات الكبيرة في هذا الكون إلى آخره. أنا أريد فقط هذا عالم بعيد عنا، ولكن أريد أن أقول يا أخوان الكرام بأنك بمجرد أن تضع هدفا وتقوي ذلك الهدف في ذهنك فإنك ستندمج في عالم الأرواح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعرف منها ائتلف. قصة هكذا. مرات بعض ال نعم يعني مرات نفكر في مسألة معينة فوين ما نمشي الموضوع اللي مشينا قام يهدف على نفس الموضوع اللي ايه ممتاز. هذا الانتباه سأبينه إن شاء الله. يا أخوان الكرام، قصدي من هذا القصة كلها أن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف من ائتلف تؤكد على أن هناك تجاذبات في هذا العالم. يعني الإنسان يستطيع أن يجذب إليه ما يريد، وهذه فيها تفاصيل ولعلنا سنتكلم عنها خلال هذه الدورة إن شاء الله تعالى يا رب. أختم المقدمة الخامسة مع هذه الصورة. شاهدوا معي هذه الصورة. هذا الجزء البني هنا يمثل العالم المدرك، عالم المادة، ما ندركه في هذا العالم، وهذا يتحكم فيه الوعي، الحواس الخمس، ما أراه، ما أسمعه، ما أحس به، وهذا العالم غير المدرك. هذا نسمي عالم المادة، وهذا نسمي عالم الطاقة. هذا يديره الوعي، وهذا يديره اللاوعي. كمثال، داخل هذه القاعة ماذا نجد داخل القاعة؟ في كراسي، في أشخاص، في سقف، في إضاءة، في صوت سمعينه الآن، في مكيفات سمعين حتى صوت المكيفات، في رطوبة ربما جو لطيف أو دافئ أو حار بحسب إحساس كل شخص مثلا. هذه الأشياء موجودة أدركها. هل الموجود فقط ما ندركه الآن داخل هذه القاعة؟ هناك أشياء أخرى، مثلا هناك هواء، أيضا هناك أشعة تحت الحمراء، هناك أشعة فوق البنفسجية، هناك غازات، هناك ذبذبات، هناك بكتيريا، هناك حشرات دقيقة جدا موجودة في أطراف القاعة مثلا ولها صوت لا نسمعه كذلك. يعني في أشياء موجودة، في ملائكة، احتمال معنا الجان جالس معنا في القاعة الآن ويستمع لهذه الدورة مثلا، هذا كله موجود ولكن لا ندركه. ما ندركه نضعه ضمن عالم المادة، ما لا ندركه نضعه ضمن عالم ما وراء المادة نسميه الطاقة. طيب لو نجيب الآن تلفزيون ونحطه في هذا المكان هنا على تردد معين على 10727 صح؟ اي نعم. شو حيصير؟ تدخل لي معلومات، قناة تناصح، معلومات، أفكار، صور، أخبار، هكذا يعني. طيب لو نغير القناة إلى قناة أخرى مثلا شو حيصير؟ تدخل معلومات أخرى. السؤال أين كانت هذه المعلومات؟ داخل التلفزيون؟ مستحيل. وين موجودة المعلومات يعني؟ موجودة هنا في هذا المكان بالذات يا أخواني الكرام. يعني في هذا المكان الآن ملايير المعلومات. أنا لا أقول أدركها، أنا لا أدركها، ولكن أدرك بأنها موجودة. وفرق بين من يدرك بأن هذه المعلومات موجودة وبين من لا يدرك بأنها موجودة. أكيد هناك فرق. أنا عندما أدرك بأن الله موجود يعطيني طاقة، أكيد يعطيني مثلا أمان، يعطيني طمأنينة، سكينة، يعطيني أشياء من هذا النوع، يعني يقين وما شابه ذلك.
ولكن إدراكي بأنه غير موجود هل يعطيني هذه الأشياء؟ أكيد لا. فأنا لا أدركه بالحواس الخمس ولكنه موجود. هذه المعلومات لا أدركها ولكنها موجودة. إدراكي بأنها موجودة يرفع من استعدادي للاستفادة منها. أما إدراكي بأنها غير موجودة فيضعف من استعدادي للاستفادة منها. وشتينا بين هذا وذاك. محل الشاهد يا أخواني الكرام، عالم الطاقة في حياتنا ليس له حدود بالمعايير المادية. طبعا كل شيء له حدود أكيد، وإنما بمعاييري أنا كإنسان. عالم الطاقة ليس له حدود. هل نستفيد منه؟ إلى حد ما نعم، ولكن في غالب الأحيان لا نستفيد منه هذا العالم. لهذا أقول المقدمة الخامسة اكتبوها معي رجاء، وأرجو أن تفهموها كما أريد. تتسع الطاقة كلما اتسعت أجزاء العالم من حول الإنسان. تتسع الطاقة كلما اتسعت أجزاء العالم من حول الإنسان وتزداد الفرص تبعا لاتساع الطاقة. سأبين. تتسع الطاقة كلما اتسعت أجزاء العالم من حول الإنسان وتزداد الفرص تبعا لاتساع الطاقة. نعم أبين أكثر. اكتبوا عندكم إذا أردتم. أجزاء العالم أربعة. لو نريد أن نعمل استقراء كما قام علماء اللغة العربية باستقراء الكلمة، قسموها إلى كم قسم؟ ثلاث أقسام: اسم، فعل، حرف. واضح طبيعة الاستقراء. الكلمة إما أن يكون لها معنى أو لا يكون لها معنى، هذان قسمان. ما له معنى إما أن يكون فيه زمن، له زمن، أو لا يكون لها زمن، له زمن، هذان قسمان. زائد ما ليس له معنى، صار ثلاث أقسام. وهكذا في تقسيم الحكم التكليفي مثلا، خمس أقسام: إما أمر أو نهي إلى آخره. قسم معروفة. أجزاء العالم إما أن تكون زمان أو تكون مكان، إما تصنف ضمن المكان أو تصنف ضمن الزمان أو تصنف ضمن المادة أو تصنف ضمن الطاقة. نعم. لو نقول قمر، أين أضع قمر؟ مكان. لو نقول الماضي، أين أضع الماضي؟ زمان. لو نقول طاولة، أين أضعها؟ مادة. لو نقول مثلا هواء، أو نقول معلومات، طاقة، معلومات، أنا ما أراها، ماني شايفها الآن ولا أسمعها الآن. هذا عندما نجيب قناة للتشفير أو ترميز المعلومات وتشفرها تحولها إلى صور، تحولت من طاقة إلى مادة. الآن العلم الحديث يعمل على ما يلي: تحويل الطاقة إلى مادة، أو تحويل المادة إلى طاقة، وهذه معروفة عند الفيزيائيين وعند الباحثين في هذا المجال. اللي يهمني أكثر يا أخواني الكرام، لاحظوا معي جيدا، الإنسان اللي عايش فقط في مصراته، حياته كلها في مصراته، ما يتنقل منها أبدا، هل طاقة المكان في عقله مثل طاقة مكان عند الشخص اللي يتنقل إلى بنغازي، إلى سبها، إلى طرابلس، إلى تونس، إلى الجزائر، إلى مصر، إلى السودان، إلى أوروبا؟ هل طاقة المكان عند الشخصين متشابهة؟ بكل تأكيد لا. هذا عنده طاقة مكان محدودة وهذا عنده طاقة مكان أوسع. حتى في التاريخ، حتى في الزمان، اللي يدرس التاريخ كثير، درس تاريخ الشعوب، تاريخ الحضارات، تاريخ البلد، تاريخه الشخصي، يعود من حين لآخر إلى تاريخه الشخصي مثلا، ماذا فعل قبل سنتين، قبل أربع سنوات، حتى يستفيد من هذه التجارب. هل اللي عايش في أحداث التاريخ طبعا طبعا. وفي أشخاص يعني عايش اليوم والأمس، يتذكر الأمس فقط، وإذا حكى في المستقبل فقط بكرة، ما عنده إلا ثلاث أيام في حياته، بالأمس قريب واليوم وبكرة فقط. هل طاقة الزمن عند هذا زي طاقة الزمن عند هذا؟ بكل تأكيد تختلف. لهذا أخواني الكرام، تتسع الطاقة باتساع أجزاء العالم في العقل. إذا المكان عندك واسع في عقلك، والزمان واسع في عقلك، والمادة واسعة في عقلك، والطاقة أنت تدرك الآن بأن هنا معلومة موجودة، تدرك وفي طاقة كمان في عقلك يعني، فهذا عنده طاقة أوسع.
وتكون كثافة العقل هنا أقوى من كثافة عقل شخص عنده مكان محدود وزمان محدود وطاقة محدودة. نعم أستاذ الكريم. معلش. تفضل نستفيد. في قول مأثور عند ابن أبي طالب رضي الله عنه كله لعله يدلل على كلامه. أي نعم. كل إناء يضيق بما وضع فيه إلا إناء العقل فإنه يكفي. سبحان الله. كل إناء يضيق بما وضع فيه إلا إناء العقل. وحتى في أثر يقول ما وسعتني أثر ما أدري صحته، ما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عقلي المؤمن، قلب عبدي المؤمن. صحة الأثر ما نعرف. عموما يا أخواني الكرام أرجو أن تركزوا معي في هذه القاعدة، تتسع الطاقة كلما اتسعت أجزاء العالم، المكان، الزمان، المادة، الطاقة من حول الإنسان أو في عقل الإنسان، وتزداد الفرص تبعا لذلك. اللي عنده الماضي وعنده الحاضر وعنده المستقبل وعايشهم باستمرار ويستفيد منهم باستمرار عنده فرص أكثر، لأنه طاقة المكان والزمان أوسع عند هذا الشخص. طيب هذه مقدمة أساسية أردت أن أبدأ بها أخواني الكرام حتى نصل إلى مفاتيح العطاء. لا أستطيع أن أتكلم في الطاقة أو المفاتيح دون هذه المقدمات. ما رأيكم بشكل سريع نراجع المقدمات الخمس؟ واحد، لا يحدث شيء في هذا العالم عبثا، كل شيء بقدر. المفتاح الثاني أو المقدمة الثانية، قلنا بمقدار الاستعداد يكون الإمداد، فإذا تم الاستعداد ثبت الإمداد. المقدمة الثالثة، أنا أتحكم في أفكاري، أنا أتحكم في خيالي، أنا أتحكم في مشاعري، أنا أتحكم في أفعالي، إذن أنا أتحكم في طاقتي. طاقة. المقدمة الخامسة، حكينا عن الطاقة هنا، أتحكم في طاقتي، أنا أتحكم في طاقتي، إذن أنا أتحكم في عقلي. ممتاز. المقدمة الرابعة، هناك تشابه كبير بين أجزاء هذا العالم إلى حد التطابق، مما يعني أو مما يؤكد نظرية الأمر الكوني الواحد كن فيكون. جاء الأمر وسار في كل الكائنات بنفس النظام، هناك تشابه إذن بين أجزاء العالم. المقدمة الخامسة والأخيرة، تتسع الطاقة كلما اتسعت أجزاء العالم في عقل الإنسان، وتزداد الفرص تبعا لاتساع الطاقة في عقل الإنسان. ممتاز. طيب أنتقل معكم قبل الاستراحة بقليل، الساعة كم أذن المغرب؟ ونصف خمس دقائق. أي ممتاز ممتاز، هذا مناسب كثير. أنتقل معكم الآن إلى موضوع الإرادة وكيف أن الإرادة جاذبة للفرص. بعد المقدمات الخمس أتكلم عن الإرادة وكيف أن الإرادة جاذبة للفرص، وهنا سنستعمل المفاتيح الأربعة. من يحاول أن يعرف لي ما هي الإرادة في كلمات؟ ما هي الإرادة يا جماعة في كلمات؟ معليش. الإرادة، العزم، العزم، الرغبة، الإصرار، التصميم، حرية الاختيار. الرغبة ذكرناها، نعم، التصميم، القدرة على الفعل، التحدي، الحزم إلى آخره. لاحظوا معي جيدا كيف أننا اختلفنا، مو اختلفنا وإنما نحن الآن ذكرنا مستويات الإرادة المختلفة. الإرادة لا نستطيع أن نعرفها تعريفا واحدا، لماذا؟ لأنها مستويات. ممكن نقول أول الإرادة هو الخاطر، بعد الخاطر يأتي العزم، بعد العزم تأتي الرغبة، بعد الرغبة يأتي القرار، بعد القرار تأتي المسؤولية، بعد المسؤولية يأتي الفعل أو خطوة أولى، بعد الفعل يأتي الإصرار، بعد الإصرار يأتي التحدي، بعد التحدي يأتي، وهكذا. هذه كلها عبارة عن مستويات لكلمة الإرادة. وحتى لا نختلف دعوني أعرف الإرادة بأنها الإجابة عن سؤالي ماذا أريد. هي الإجابة عن سؤالي ماذا أريد، فإذا أجبت عن سؤالي ماذا أريد أصبحت عندي إرادة، أصبحت عندي إرادة. طبعا في أي مستوى هذا لا أستطيع أن أجيب عنه الآن، سأجيب عنه لما أنهي هذه الدورة إن شاء الله تعالى. إذن الإرادة هي الإجابة عن سؤال ماذا أريد، والأصل في الإرادة أنها ساكنة. الأصل في الإرادة أنها ساكنة. حتى أبين، معلش،
ما شاء الحضور كلهم شباب يعني. حبيت صبي صغير موجود؟ ما فيش. نعم. واحد من الأخوة الكرام ممكن يساعدني يأتي معي هنا؟ أصغر واحد. مين؟ تعالوا أستاذي معليش. تعالوا أستاذ. هذه من الحياة. نعم. ذكرني مرة ثانية اسم الكريم. مصطفى. أخي مصطفى تعال هنا معليش. أخو أخونا مصطفى. أخونا مصطفى. أخي مصطفى هل تفكر في الحج؟ أكيد من سنوات من البلوغ. عنده إرادة متحركة في موضوع الحج. في موضوع الحج عنده إرادة متحركة. هل تفكر في زيارة أستراليا؟ هل فكرت في زيارة أستراليا؟ فكرت يوما. يوما ما. الآن تفكر؟ على هامش التفكير. الآن تفكر؟ لا. إرادة ساكنة. زيارة أستراليا إرادة ساكنة. الحج إرادة متحركة. هل تفكر في شراء سيارة؟ الآن؟ نعم. إذن إرادة متحركة. هل تفكر مثلا في تعلم غوص في أعماق البحار؟ لا. لا إرادة ساكنة. لا دي خليها معليش حتى ما نبينها أكثر يعني. لاحظوا مع أخي مصطفى سألته عن الحج ماذا قال؟ قال أفكر. إرادة متحركة لا لها طاقة يعني أكيد موجودة ماذا أفكر لها وجود في داخله. لما قلت له أستراليا قال الآن غير موجودة لا أفكر في زيارة أستراليا الآن. إرادة ساكنة ليس لها طاقة ليس لها وجود. هل فكرت في شراء سيارة؟ قال نعم. إذن لها وجود إرادة متحركة. قلت له هل تفكر في القيام بغوص في أعماق البحار؟ قال لا لم أفكر في هذا الموضوع. إذن هذا إرادة ساكنة. فالإرادة إما أن تكون ساكنة وتكون متحركة. تكون ساكنة عندما نعبر عن الإرادة عفوا تكون متحركة عندما نعبر ونقول نريد تتحرك الإرادة وتكون ساكنة عندما نسكن عندما نسكت عندما لا نحد ولا شيء يعني. الأصل في الإرادة ساكنة. فلما نبدأ نضع أهداف أحلام طموحات رغبات تصير الإرادة هنا متحركة. والإرادة الجاذبة لا بد أن تكون متحركة. الإرادة الساكنة لا تفعل شيئا هي ساكنة. أخي مصطفى الله يفتح عليك. شكرا. بارك الله فيك يا سيدي. الله يفتح عليك سمحك كما سمعها عم إبراهيم. شكرا. لقد يعني ما شاء الله أنزلت من عمري أصبحت أصغر. ممتاز. لاحظوا يا جماعة الكرام الإرادة ساكنة. نريد أن تكون لدينا إرادة متحركة في بعض الشؤون في بعض الأهداف. فإذا أصبحت متحركة ولها الشرط الأول والشرط الثاني والثالث والرابع المفاتيح الأربعة راح تصير عندنا إرادة جاذبة. جاذبة لأي شيء؟ جاذبة للفرص. فرص موجودة نحن نبحث عن هذه الفرص منذ زمن. كيف نجذبها إلينا؟ عندما تصير عندنا إرادة متحركة. أعطي مثال الآن حتى تفهموني جيدا. قبل عدة سنوات منذ حوالي تقريبا 6 أو 7 سنوات كانت معظم اهتماماتي في 3 أشياء: البحث العلمي دكتوراه مثلا، التدريب، وكذلك في السياحة والسفر. هذه أهم اهتماماتي البحث العلمي والتدريب والسياحة والسفر. كنت عندما أمر على الشارع الكبير في مدينتنا مثلا زي مصراتة هكذا عندما أمر في الشارع الكبير ماذا كنت أرى في رأيكم؟ أنا ذاك كنت أرى مكتبات، وكالات سياحية، شركات أصفار، مراكز تدريب، معاهد تعليم اللغات، جامعات، ربما إشارة مرور تؤدي إلى جامعة، مركز ثقافي وما شابه. هذا الذي كنت أرى. طيب عندما اشتريت قطعة أرض وبدأت أفكر في بناء البيت نفس الشارع عدت أرى أشياء أخرى. والله أي نعم عدت أرى مواد البناء اللي بيع السيراميك واللي بيع الدهانات ومهندس مدني ومهندس معماري وهذه التفاصيل. في يوم من الأيام دخلت عند شخص يبيع السيراميك، صاحب محل عنده محل كبير في السيراميك، فسألته سؤال. قلت له سيدي الكريم عندك محل ممتاز، منذ متى فتحت في هذا المكان؟ يقول لي يا سيدي يبدو بأنك غريب على المنطقة. قلت له أبدا أنا مقيم هنا من سنوات كثيرة والله. قال لي فتحت محلي منذ 12 سنة. والله يا جماعة ما شفته لما اشتريت قطعة أرض. لماذا أراه وأنا لا أراه في الداخل؟ يعني ما لا تراه في داخلك لا تستطيع أن تراه في الخارج. فعندما وضعت الفكرة في داخلي رأيت منها الكثير في الخارج. في يوم من الأيام أردت أن أشتري سيارة وعندي أخي أحمد هو الذي أكلفه بهذه المهام. عندي سيارة بدأت تتقادم بعض الشيء
فأردت أن أبيعها لأشتري سيارة ثانية. فقال لي أخي أحمد أنصحك بشراء هذا النوع من السيارات. أعطاني نوع سيارة ألمانية نوع معين. فاستغربت، هناك سيارة من هذا النوع؟ قال لي نعم. وين موجودة هذه السيارة؟ منين نجيبها؟ من ألمانيا؟ قال لا، موجودة هنا في مدينتنا وبكثرة، والله لم أرها أبدا هذه السيارة. فعندما اتخذت القرار بشراء هذه السيارة على طول طلعت من مكتب أخي عند مقاولات، على طول عندما وضعت قدمي على الشارع رأيت سيارة، هذه السيارة هناك اسمها تيغوان من نوع فولكسفاجن يعني، سيارة هناك وسيارة هناك وسيارة هناك وسيارة هناك، وظهر لي منها الكثير والله، حتى عند إشارة المرور حدث أمر عجب يعني، السيارة اللي أمامي تيغوان واللي خلفي تيغوان. أخذت الكاميرا والتقطت الصورة من مرآة العاكسة حتى أصور لي أمامي وأصور لي خلفي، وسبحان الله ضاعت الصورة بعدين، حبيت أستعملها كشاهد يعني في هذه الدورة. إخواني الكرام، منين طلعت هذه السيارات؟ أكيد كانت موجودة ولكن لم أكن أراها من قبل. لماذا أراها وأنا غير مهتم بوجودها؟ لا أراها أكيد. فلما بدأت أفكر فيها ظهر لي منها الكثير، وهذا ما نسميه قانون نشاطات العقل الباطن.